اليوم وبحمد الله شاركنا السيد الوالي ولاية بإعطاء إشارة انطلاق وتسليم شاحنات نقل النفايات لفائدة 6 بلديات الولاية. هذه الشاحنات من شأنها تدعيم الوسائل المادية للبلديات في إطار المحافظة على البيئة وفي إطار رفع النفايات. كانت الانطلاقة اليوم لحملة واسعة لنظافة المحيط. اخترنا في هذا اليوم التخلص من النفايات الهامدة، حيث سخرنا بالاشتراك مع جميع المديريات للولاية والبلديات وكل الفاعلين في مجال حماية البيئة في حملة تطوعية كبرى.